طبعا خير. احنا ان شاء الله النهارده هنبدأ نتكلم على حاجة اسمها جنرال فارماكولوجي. الجنرال فارماكولوجي دي حاجة الهدف منها مش انك انت حضرتك تقعد تحفظ في اسامي دراجز. الهدف من الجنرال فارماكولوجي هدف اكبر من ده بكتير، اللي هو ايه؟ ان انت بعد كده لما تيجي تسمع عن دواء او تقرأ عن دواء، هتقرأ كلام انت مش هتبقى عارفه. وظيفتنا او جزء مهم جدا للجنرال فارماكولوجي انك انت تفهم وانت بتقرأ عن دواء. خدوا بالكم ان الموضوع مش موضوع ان انا بحفظ كلام، انا ضد هذا المبدأ تماما. احنا المفروض بنتعلم يا جماعة ازاي نقرأ صح، ازاي نفهم صح، ازاي نرتب مخنا صح. فده المفروض ان احنا نعمله في الجنرال فارماكولوجي. يعني اي حد فينا لما يجي يقرا تلاقي مثلا جمله مكتوبه يقول لك لا الدواء ده مش عارف الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه كذا. ايه ده؟ لا الدواء ده التي هاف بتاعته كذا. الدواء ده مور افيشنت، الدواء ده مور بوتنت. الدواء ده خد بالك انك لازم تزود الجرعه بعد شويه عشان بيحصل توليرنس. احنا وظيفتنا في الجنرال فارماكولوجي ان احنا نعرف نقرا صح، مش ان احنا نحفظ صح. فخلينا نغير الكونسبت بتاعنا شويه في الجنرال او في الفارماكولوجي عامه، ان احنا نتعلم نفكر صح. الجزء الاولاني اللي هنتكلم عليه النهارده هو هنتكلم على الجنرال فارماكولوجي. الجنرال فارماكولوجي بتتكلم عن ايه؟ هي فيري سيمبل. انت عندك دواء، هتدي الدواء ده للمريض بتاعك، هيخش في جسم المريض. يبقى انا عندي تو فاريبل، مين ومين؟ عندي دراج وعندي البيشنت نفسه اللي انا هديه الدراج ده. هيبدا يحصل انتر اكشن بين الاثنين. هيحصل ازاي؟ اول حاجه احنا هنبدا نشوف تاثير الدراج ده على البادي، وده اللي بنسميه effect of drug on body. ده في الفارماكولوجي بنسميه ايتم مهم قوي اسمه فارماكو داينامكس. يبقى كلمة فارماكو داينامكس بتعني هو الدواء ده هيعمل ايه في الجسم لما تديهوله. طب الجسم هيقف ساكت ولا هيبدأ برضه يتفاعل؟ بيبدأ برضه يتفاعل مع الدواء. فهيجيلي الايتم التاني اللي هو effect of body على الدراج. ده ايتم بنسميه فارماكو كاينيتكس. حد يعرف كلمة كاينيتكس بالعربي يعني ايه؟ كاينيتكس يعني حركة. إذن الفارماكو كاينيتكس دي هي حاجة بتدرس حركة الدواء جوه الجسم. ودي الايتم اللي بعد كده بعد 3-4 محاضرات هنبدأ نتكلم عليه بالتفصيل. بس مبدئيا كلمة كاينيتكس هي الحركة. حركة الدواء يعني ايه؟ يعني انا بتتبع الدواء من ساعة ايه؟ ساعة ما يخش الجسم لحد لما يخرج من الجسم. ده اسمه فارماكو كاينيتكس، من اسمه حركة الدواء جوه الجسم. احنا هنبدأ محاضرتنا ان احنا هنتكلم على الفارماكو داينامكس في الأول. تعالوا نخش شوية جوه الفارماكو داينامكس.
فارماكوديناميكس احنا اتفقنا هي عبارة عن ايه؟ هو الافكت اوف دراج على البودي، ده اسمه فارماكوديناميك. طب ايه الايتمز اللي انكلودد جوه الفارماكوديناميك؟ انت لما بتيجي تدي دواء للمريض، اول حاجة في حاجة اسمها ميكانيزم اوف اكشن. ميكانيزم اوف اكشن يعني ايه؟ يعني الدواء ده بيشتغل ازاي؟ عشان احنا لسه مش اوير قوي بالدراجز، هفكركم بمثل بسيط من الفسيولوجي. انتوا درستوا الاوتونوميك نيرفس سيستم صح؟ وعرفتوا ان في حاجة اسمها نور ابنفرين او نور ادرينالين، ما تفرق، هما الاثنين حاجة واحدة. بيشتغل ازاي؟ بيمسك في ايه؟ في ريسبتورز، وبعدين يبدا يشتغل. اذا فكره الميكانيزم هو بيشتغل ازاي، دي اول حاجه لازم نتكلم عليها في الفارماكوديناميك. نمره 2، بعد بقى ما اشتغل سواء بقى مسك في ريسبتور او عمل اي حاجه، هيبدا يديني حاجه اسمها فارماكولوجيكال اكشن. وهنا بقى نقف شوية علشان دي حاجة بتعمل لنا لخبطة تقريبا في كل سنة. أول سؤال ليا كفارماكولوجيكال أكشن، هو الفارماكولوجيكال أكشن ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ اتنين. يبقى الفارماكولوجيكال أكشن نمرة 1 انكلود ايه؟ انكلود ان ممكن يكون الأكشن ده حاجة بينيفيشال، وده حاجة أنا عايزها في الدواء، أو ممكن تبقى حاجة إيه؟ هارد. يبقى ده اسمه فارماكولوجيكال أكشن. طيب بنقعد طول السنة لو ما خدناش بالنا من نقطة مهمة بتخسرنا حاجات كتيرة بعد كده. هو إيه الفرق بين إن أنا أقول فارماكولوجيكال أكشن وبان انا اقول therapeutic uses of drug او indication of drug؟ في فرق كبير جدا بين الاثنين، وده خطا شائع. يعني بيبقى السؤال جاي بيقول قل لي therapeutic uses of drug ايه مثلا. في ناس بتبقى مش عارفه الفرق بين pharmacological action وبين uses او indication. تعال ناخد مثال، عندي دواء بيوطي الضغط. لو انا حابب اتكلم على الفارماكولوجيكال اكشن بتاعته هقول ايه؟ decrease blood pressure، ده اسمه ايه؟ ده اسمه اكشن. طب لو انا عايز اقول بقى الثيرابيوتيك يوزز بتاعته، يبقى هايبرتنشن. يعني الثيرابيوتيك يوزز انت بتتكلم على ديزيز، بتتكلم على سيمتومز اوف ديزيز. يعني هدي مثال تاني عشان نقرب، لان الكلام ده بيفرق جدا في الاخر. في الاخر بص تلاقي يقول لك انا كاتب، لا انت مش كاتب. مثلا الدواء ده بيقلل الهارت ريت، ده اكشن ولا يوزز؟ ده اكشن. امال ايه اليوزز؟ تترجم تبقى ايه؟ يستعمل in tachycardia. tachycardia ده the disease او symptom of disease. يبقى ده في فرق مهم جدا بين كلمة pharmacological action وبين therapeutic uses. من فضلكم خدوا بالكم. يبقى كلمة pharmacodynamic بتعني كام item؟ اتنين، مين ومين؟ mechanism واكشن. لما اقول لك therapeutic uses يبقى انا عايزه تقول لي ده يستعمل في ايه؟ اسم المرض اللي بيستعمل فيه الدواء ده. فرق كبير بين الاثنين. وزي ما اتفقنا الفارماكولوجيكال اكشن انكلود لا اما حاجه بينيفيشال انا عايزها في الدواء او حاجه هارمفول. ده اللي هو هنتكلم عليه برضو في الفارماكوديناميك ونشوف انواعه، اللي هو انتوا بتسموه ايه؟
السايد افكتس اوف دراجز. ده اللي هو اسمه ادفرس افكت او سايد افكتس اوف دراجز. يبقى ده اللي احنا هنتكلم عليه في الفارماكو داينامكس. هنتكلم على ايه في الفارماكو داينامكس؟ هنبدا نتكلم على نمره واحد. اي دواء عشان ينزل الماركت لازم بيتعمل له حاجه اسمها دوز ريسبونس كيرف. فهنبدا اول كلامنا النهارده هنعلق يعني ايه دوز ريسبونس كيرف وايه انواع الدوز ريسبونس كيرف. دي اول ايتم هنتكلم عليه. نمره اتنين، هنبدا نخش شويه في الميكانيزم. وطبعا بما ان احنا بنتكلم في فارماكولوجي هتلاقوا ان التملي المين ميكانيزم هو الريسبتورز اللي انتوا دارسين جزء منه في الفسيولوجي. الايتم الثالث اللي هنتكلم فيه في الفارماكوديناميك ده، بس ده مش كله النهارده على فكره، هي محاضرات الفارماكوديناميك. هنبدا نتكلم ايه الفاكتورز اللي ممكن تاثر على الفارماكوديناميك والدوز اوف دراج. يعني السن بتاع العيان، يعني الجندر بتاع العيان، كل ده حاجات بتاثر معايا وانا بستعمل الدواء. واخر ايتم هنتكلم عليه هو ايه تايبس اوف ادفرس دراج رياكشن او السايد افكتس بتاعه الدواء. يبقى كده دول اربعه ايتمز هنغطيهم مع بعض في الفارماكو داينامكس. حتى كده يعني في اي حد عنده اي استفسار؟ تعالوا نبدأ بأول حاجة عندنا اللي هي في الديناميك. احنا قلنا هنبدأ بحاجة اسمها دوز ريسبونس كيرف. ان انا هيبقى عندي في انواع من الدوز ريسبونس كيرف. اول نوع اللي هنبدا بيه وده اللي هو بنسميه جريدد دوز ريسبونس كيرف. جريدد دوز ريسبونس كيرف، وده يمكن سمعتوا عنه في الفسيولوجي شويه. تعالوا نشوف ايه فكرة الجريدد دوز ريسبونس كيرف. احنا هنرسم علاقة بين ايه وبين ايه. دوز ها دوز ريسبونس، يبقى العلاقة بين ايه وبين ايه؟ بين الدوز وبين الريسبونس، او اللي هو بنسميه الافكت. يبقى ده حاجة اسمها graded dose response curve. قبل ما اخش في الكيرف ده، هي كلمة effect بالنسبة لكم تعني ايه؟ تعني زيادة ولا نقصان؟ الاثنين. يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تتكلم على نور ابنفرين، نور ابنفرين لو حطيته على الهارت هيعمل ايه؟ هيزود. ده افكت ولا مش افكت؟ طيب لو انا هتكلم على اسيتايل كولين وحطيته على هارت هيعمل ايه؟ هيقلل. اذا خلينا نتفق على حاجه، كلمه افكت مش لازم تعني ان انا بزود حاجه. افكت يعني تزود او تقلل. المهم ان في حاجه بتحصل انت ايه؟ بتشوفها بعينيك. دي قاعدة بسيطة جدا وأكيد سمعتوا عنها. مش لو أنا عندي تيشو وفي number of receptors وحبدأ أعمل الدوز ريسبونس كيرف، حد فينا عنده فكرة عن يعني إيه هعمل الدوز ريسبونس؟ سمعتوا عنها ولا
ما سمعتوش. اوكي طيب، هتخيل ادي عندي تيشو وفي عدد معين من الريسبتورز، اوكي، وهبدا احط دواء بتاعي دراج. الدراج ده هيبدا يعمل ايه زي ما اتفقنا؟ هيبدا يمسك فين؟ في الريسبتور اهو. اول ما هيمسك في الريسبتور هيبدا يدي ايه؟ ها، هيبدا يدي افكت، صح؟ يبقى لو انا جيت حطيت دوز معينه، هفترض ادي اول دوز حطيتها، هتدي افكت ولا مش هتدي؟ هتدي، بس افكت شكله ايه؟ قليل. يبقى ادي اول دوز ادتني الافكت ده، هقعد اكرر الكلام ده، هكرر، هزود الدوز، ها، كل ما هتزود الدوز كل ما الافكت هيزيد. رحت مدي دوز بعد كده اهو، زودت الدوز فالافكت زاد. بفضل كده لحد ايه؟ لحد ما اوصل لحاجه اسمها ايه؟ الماكسيموم. هو ايه الماكسيموم افكت؟ اللي هو بعديه، ها، مهما زودت الدوز نو انكريز ان افكت، ده اسمه ماكسيموم افكت. فده بنسميه، دي كده تيرم بسميه اي ماكس. اي ماكس جايه منين؟ ها، جايه من ماكسيموم افكت. طيب هفترض ان ده دواء، وات ايفر بيعمل ايه، ممكن يكون مثلا دواء، هفترض ان هو بيعلي الضغط مثلا. يبقى انا عندي قاعده بتقول لي اهو، عند الدوز دي الضغط هيعلى بكام في الميه؟ مثلا 10%. كل ما هتزود الدوز الافكت هي ايه؟ لحد ما هتوصل الى، ها، خلاص انت وصلت للماكسيموم، مهما زودت مش هيزيد عن كده. كويس، هفترض ده دراج ايه؟ ده دواء وبيعلي الضغط، وعملت الجريدد دوز ريسبونس كيرف بتاعه. هجيب دواء تاني، هو برضه هو دواء مولكيول مختلف وبيعلي الضغط، وحد اعمل له الدوز ريسبونس كيرف بتاعه. لما جيت اعمل له الدوز ريسبونس، قعدت احط دوز في الاول ما ادتنيش افكت، عند دوز معينه ابتدى يدي افكت، يبقى ده دراج التاني اللي هو دراج بي. هكرر نفس البروسيس دي، ها، كل ما هتزود كل ما الافكت هيزيد، لحد ما هيطلع عندك كيرف اهو. ادي مثلا الاي ماكس بتاع دراج بي، صحصح شويه بقى. اولا الدوايين دول بيعملوا ايه في الضغط؟ بيعلوا الضغط، يعني نفس الافكت نفس الافكت. طب ايه الفرق؟ نمره واحد، دلوقتي لو انا جيت بقول انا عايز ازود ضغط العيان بالنسبه دي، يعني عايز ازود ضغط العيان سي مثلا 30% عن الطبيعي مثلا، اخد من ايه دوز كام واخد من دي دوز كام؟ فيري سمبل، مش انت عايز الافكت ده؟ اهو يبقى انت علشان تجيب الافكت ده هتاخد من ايه دوز؟ هفترض انها كام؟ هفترض انها مثلا 5 يونت، لكن عشان تجيب نفس الافكت انت محتاج من دراج بي دوز كام؟ 10 يونت مثلا، انا بدي ارقام مثلا. طب ايه الفرق؟ هما الاثنين بيعلوا الضغط، صح؟ والاثنين بيدوا افكت، صح؟ لكن لو انت عايز تجيب افكت ده من دراج ايه هتدي 5 يونت، لو عايز نفس الافكت
من دراج بي هتدي 10 يونت. هنا هتيجي كلمة، أول كلمة هنعرفها في الكيرف ده هي كلمة هو مين الأقوى؟ ها؟ ليه؟ لا لا، خلينا نتكلم صح. ها؟ هو ادى نفس الافكت بتاع دراج بي بس الدوز اقل، ودي اول حاجة بنعرفها وناخد بالنا. حط هنا كده بكلمة كبيرة قوي، حاجة اسمها بوتنسي. بوتنسي هي القوة، قوة. يبقى ما يقول potency of drug، حد يقول لي عرف لي البوتنسي بكلمة واحدة. كلمة واحدة. لا مش عارفينتي. ها؟ غير سترينس. ما تبص على الكيرف. هو ده انا قلتها على انهي اكسس؟ كلمة. كل دي كلمة؟ كل دي كلمة. ده انت كده هيبقى ها؟ هو البوتنسي هو ايه؟ الدوز. بمعنى لو انا جاي بقول لك دراج ايه بيديني الافكت ده بخمسة يونت، ودراج بي بيدي نفس الافكت بعشرة يونت، يبقى مين المور بوتنت؟ انت علشان تقارن في البوتنسي لازم تعرف ايه بتاعت كل دواء؟ الدوز بتاعت كل دواء. يبقى كل ما كانت بقى الجملة اللي انت قلتها، ها؟ انت تقول ان الدواء ده مور بوتنت، كل ما الدوز اللي هتستعملها اقل كل ما كده زاد البوتنس بتاع الدواء. يبقى دي اول حاجة بطلع بيها من الجريدد دوز ريسبونس كيرف. يبقى كلمة بوتنسي، ها؟ بوتنسي لو انا عايز اعرفها بكلمة واحدة تبقى كلمة هي دوز. شوف الدوز اللي بتعمل لك كده وبعدين ابقى قارن بينهم. فالناس اتفقت على حاجة، قالت ايه؟ تعال نشوف اما نيجي من عندي دوايين بنفس المنظر ده، هشوف الريسبونس اللي هو 50% من الريسبونس، وحبدا احسب حاجة اسمها اي دي 50. ساعات في بعض الكتب بيكتبوها اي سي. سي يعني ايه؟ كونسنتريشن. دي يعني ايه؟ دوز. مش فارقه كتير. فكلمه الاي دي 50 على الكيرف ده، حد يعرفها لي؟ صوت عالي، حد يعرفها لي؟ ها؟ هي الدوز اللي بتدي ايه؟ 50% من الماكسيمم افكت بتاع الدواء. تاني يبقى بوتنسي بتعني ها دوز. اي دي 50 على الكيرف ده، خد بالك انا بعد شويه هغير كلامي في كيرف تاني. اي دي 50 على الكيرف ده بتعني هي الدوز اللي بتدي ها 50% اوف ماكسيمم افكت من الدواء ده. يبقى دي اسمها اي دي 50. لما تحب تقارن بين دوايين بقى، حاجه اقول لك دواء اي دي 50 بتاعه 5 يونت، دواء الثاني اي دي 50 بتاعه 10 يونت، which is more potent؟ يبقى الخمسه. ليه؟ نفس الافكت بس الدوز ايه؟ اقل، فده اسمه بوتنس. طيب تعالوا نبص لحاجه ثانيه. لو انت عايز تزود ضغط العيان مثلا سي اكتر من كده، هل ينفع تدي ايه او بي عشان تجيب نفس الافكت؟ الفرق بينهم بس ايه؟ ها؟ هي الدوز. طيب هجيب دواء ثالث، دواء دراج سي، وهرسم الدوز ريسبونس كيرف بتاعه. هيطلع الدوز ريسبونس كيرف بتاعي عامل كده. ده دراج سي. طبعا هو الموضوع مش بالبساطه ان انا برسمها، هو بيبقى
الموضوع معقد شويه، لكن احنا بنحاول ايه يعني عشان تبقى الصوره واضحه بس في دماغكم. يعني حد كده يبص على الكيرف بتاع دراكسي ويقول لي شايف ايه؟ بصوا كده، بصوا فكروا نستعمل مخنا. مخنا ده والله مليان. هتقولي ايمان معلش ها شايفه ايه في دراج سي؟ هو بيوصل للماكسيمم افكت باقل دوز من دوز قليله، بس بيوصل بيها للماكسيمم افكت. طب فين دوز قليله؟ ده انت مش شايفه الدوز عامله ازاي؟ دوز كبيره دي مش دوز قليل. طيب ايه الفرق؟ ها صوتك عالي ولا ها صوتك عالي؟ لا هو في افكت مدي افكت. ها ها هو احنا بنزود الدوز، يعني الدوز كتيره جدا بس بيوصل لايه ماكسيمم بصراحه. يعني الايه ماكس لسه ايمان هتقولي ها الايه ماكس بتاعته بتساوي الاي دي 50 بتوع الاثنين دروبس التانيين. ها في حاجة واضحة هنا في الدواء ده. أيوة الإفكت بتاعه مهما زودت الدوز، ها أنا عمال أزود في دوز عالية قوي، هل الإفكت بتاعه عالي ولا الإفكت بتاعه ضعيف؟ وهو ده الحاجة التانية اللي بنعرفها من الكيرف ده، حاجة اسمها إفكاسي of drug. Efficacy of drug. يبقى لو انا عايز اشوف الافيكاسي، ده ساعات ناس بتسميها efficiency، يعني الفروق دي مش هندق فيها قوي، اللي فيها حاجات هتلخبطنا، لكن خلينا very simple efficacy. عايز تعرف لي الافيكاسي بس عشان خاطري. كلمتين المره مش جمله، ها؟ لا خليك وصوته عالي، بس هو بيقول كلام كتير، ها؟ ال لو عايز تقارن بين افيكاسي تبص لايه؟ ها؟ بص على كلمه، قول لي كلمتين. ابص على الاي ماكس، انت قول ان الدواء ده مور افيشنت. لو الاي ماكس بتاعته ايه؟ اعلى. هديها لكم مثلا عشان اقربها لكم. يعني دراج ايه؟ ممكن يعلي لي الضغط 40 مليمتر مركري. دراج سي اخره انه يعلي الضغط 20 مليمتر مركري. يبقى لو عايز تقارن بين افيكاسي بتبص لايه؟ للاي ماكس بتاعت الدواء. ايه الماكسيمم افكت اللي ممكن الدواء ده يعمله؟ كل ما كانت ها يبقى ده مور ايه؟ more efficient. هيجي اول سؤال عندنا باول جايزه هي شوكولاته، فصحصحي بقى معايا كده علشان ايه ما تصحصحي في الشوكولاته. طيب clinically which is more important potency or efficacy؟ نفكر عشان هنروح، عشان هنا ما خدي بالك لو جاوبتي غلط هتدفعش خلاص، الموضوع مش سهل. نفكر، ناخد وقت نفكر في، يعني احنا كلنا مش زي بعض. في واحد مين عنده اجابه؟ هتجاوبي؟ صوت عالي. ها ايمان معاكي ايه؟ بوتنسي. ليه؟ علشان الاي ماكس بتاع سي اي كان اصلا ان انا اشيله اصلا من الكلينيكال. انا سؤالي كلينيكالي، احنا بالنسبه لنا البوتنسي ولا الافيكاسي اهم؟ بوتنسي. ليه بقى؟ علشان انا اللي هستخدم، انا عايز استخدم دواء يديني افكت كويس، فانا انا هعمل، يعني انا هشتغل في الادويه اصلا اللي بتديني افكت عادي. ايوه بس ما انا وانا بشتغل هشتغل في العالي. يعني انت عندك حرص انك انت ما تديش دوز كبيره. كويس، ده رايك. ها بوتنسي هي الافضل، لان متفق معاها يعني. لان البوتنسي انا مش طب ده مسكه.
لان بالبوتنسي انا ممكن اعرف يعني هو ضغطه عايز اعليه قد ايه، فبالتالي بقدر اديله الدوز المعينه. بص انا هرد عليك، اعليه قد ايه دي دوز ولا افكت؟ افكت. ها مين هيجاوب؟ ها يعني انت متفقه معاهم؟ انتوا ايه الدفعه كلكم متفقين على حاجه واحده؟ في ايه؟ حد يختلف؟ عايزين حد يختلف؟ ها؟ هتقولي حاجه يا هم قالوا بوتنسي، انت برضو شايفه ان الدوز بالنسبه لي اهم مش كده؟ اه المفروض عشان عايزه اوصل للنتيجه اصلا. برضو شوفي قلتي ايه؟ نتيجه، النتيجه دي يعني ايه؟ يعني افكت. ها؟ يعني عارفه ان الشوكولاته حمستك قولي. ليه؟ انا اللي يهمني الايفكت، انا عايز ايفكت معين، ممكن اغير انا البوتنسي براحتي، لكن انا عايز ايفكت معين. كويس. هنا يا جماعه هي البوتنسي اتفقنا ان هي ايه؟ بتتغير. دوز. هي تفرق معاك انك تدي 5 مللي جرام ولا 500 مللي جرام طالما الجرعه دي سيف تفرق معاك في حاجه؟ لكن دلوقتي لو جالك 2 عيانين، خلينا في المثل ده، جالك عيان عايز تعليله ضغطه ها 10، من حقك تستعمل A او B او C، صح؟ عايز تعلي حاجه ايه 10. طب عايز تعلي ضغط العيان 60 يوم، هل تقدر تفكر في C؟ لا. طب هترجمها لكم على الواقع اللي بتشوفوه. اكيد كلنا في العيله عندنا بعض مرضى ضغط، عندهم ضغط. اوكي؟ ساعات بتبص تلاقي ايه؟ ساعات بتلاقي مريض الضغط بيبدا بدوز ايه؟ ها؟ صغير وبيعمل فولو بيشوف. لقى الضغط ما اتظبطش بيعمل ايه؟ بيزوده. في حاجه اسمها دوز رينج. ان انا بتحرك في الرينج ده عشان اجيب الافكت اللي انا عايزه. لكن تخيل لو انت بتستعمل دواء ها اخره يوطي الضغط 30، اقطع حاجه ممكن يعملها هي 30، يبقى انت كده من البدايه لو جالك عيان ضغطه عالي 50 مليمتر هتفكر فيه. لكن لو كنت دواء بيوطي الضغط مثلا ب 60 مليمتر مركوري وجالي عيان اقدر اديله دوز واجرب، ها لو ما نفعتش اعمل ايه؟ بزود لحد ما اوصل للإفكت اللي انا عايزه. يبقى هنا خلينا نتفق، طالما الدواء نزل السوق وات ايفر الدوز بتاعته 100 500 1000 ما تخافش، هو ده كده الدوز دي ايه؟ سيف، مفيش فيها مشكله. انا بيهمني كلينيكالي اكتر هو مين؟ الإفكاسي بتاعت الدواء. اوكي؟ قبل ما اخش في النقطة الثالثة عشان افتح لو في أي فكرة، يبقى كده احنا اتفقنا بوتنسي يعني إيه كلمة؟ بوتنسي ها؟ دوز. افكاسي تبص لل إي ماكس، which is more important clinically. افكاسي هو ده اللي أنا بدور عليه، أنا يهمني العيان مش يهمني أنا بدي قد إيه. ساعات في الكيرف ده برضو بنعمل إيه؟ ساعات في الكيرف ده بنعرف حاجة تانية من الكيرف ده. بصوا كده لو انا هتكلم على دراج ايه هجيب دراج تاني، بصوا الكيرف بتاعه هيبقى عامل ازاي. ده دراج بين دراج A ودراج D. ها؟ لا ما عشان نهدى كده، الموضوع فيه شوكولاتة يعني مش أي حد يجاوب كده. خلاص أنت ضمنت واحدة خلاص. الناس يعني سيب الناس تانية بقى. أنت يعني عيب ما يصحش. خلاص ضمنت معاك يعني. خلاص. تعشي ممكن تمشي بقى.
ها بصي كده قولي لي ايه الفرق. امسكي ها البوتنسي بتاعت دي قليله قوي بالنسبه لايه؟ يعني ايه بوتنسي جزء قليله؟ بص الحاجه الثانيه الاثنين الاي ماكس بتاعهم شكله ايه؟ تقريبا واحد. تقريبا واحد كويس. هنا بس الفرق بينهم هيبقى في ايه؟ البوتنسي. واحنا اتفقنا ان البوتنسي انا بغيرها عادي عادي ما في يعني مش قضيه ما تشغلنيش طالما الدواء بالدوز دي ما فيش فيه قضيه. طب انا اسالك سؤال بقى يعني رخم شويه. تفتكري انا لما اجي احب استعمل دواء الاي ولا الدي مين اللي السيفتي بتاعته اعلى؟ دي السيفتي بتاعته اعلى لان انا لو زودت الدوز مش هيدي افكت عالي قوي. تحفه هايله راح صح. ده اللي هنسميه ده بقى بالترجمه. هنا في ايتم تاني شفناه في الكيرف اللي هو بنسميه ايه؟ ها ده اسمه ايه؟ حاجه ماثيماتيك سلوب. يبقى السلوب بتاع الكيرف ممكن اعرف منه فكره اللي هو مين الدواء اللي لو سمول تشينج ان دوز هيدي افكت ايه؟ عالي قوي اللي هو دراج ايه. لكن دراج دي لا سمول تشينج ان دوز ما تديش افكت واضح قوي. اوكي يبقى في اول كيرف عرفناه. هعمل سمري وبعدين هفتح لو حد عنده اي استفسار. كلمه جريدد دوز ريسبونس كيرف بتعني ايه؟ علاقه بين ها الدوز والافكت. بتطلع منه بثلاث حاجات تقريبا. نمره واحد بوتنسي بتقارن ايه؟ بتقارن الدوز بس بشرط تكون الافكت ثابت يعني ثبت الافكت. ودي ممكن استعمل حاجه اسمها اي دي 50. هي ايه الاي دي 50 في الكيرف ده؟ اللي هو بيقول لي انه هي الدوز اللي بتدي 50% من الماكسيمم افكت. نمره اثنين عايز اعرف افكاسي. ببص لل اي ماكس. كل ما كانت الاي ماكس اعلى ها يبقى الافكاسي بتاعت الدواء ايه؟ اعلى. ممكن ابص للسلوب وده هيعرفني حاجه ان لو كان هو ستيبر دوز ريسبونس كيرف معنى كده ان سمول تشينج ان دوز ها تدي افكت واضح قوي. لكن لو هو مش ستيبر بيبقى سمول تشينج ان دوز ما بتديش افكت عالي قوي. ده اول كيرف اللي هو جريدد دوز ريسبونس كيرف. في حد دلوقتي عنده اي استفسار؟ دكتور ليه طب لما بناخد ادويه انتي بايوتكس او حاجه زي كده بيبقى ليها دوزز معينه؟ يعني احنا فعلا بنهتم بالحاجات دي. كويس انا عارف بس احنا النهارده دي المحاضره كام؟ حلوه يعني ما تزنقنيش. ما هو عارفه بصي اوعدك ان شاء الله بعد ما نخلص الكاينتيك يعني قدامنا حوالي 6-7 مرات هتعرفي تجاوبي على السؤال ده من نفسك لوحدك من غير ما انا اقول لك عليه. بس يعني خلينا نمشي واحده واحده. انا بحاول على قد ما اقدر اربط اللي احنا بنشوفه. اديتك مثلا انت بتدي دوز بتزودي لكن اللي انت بتقوليه ده لا ده لازم ابقى عارف اكتر من كده في الجنرال فارماكولوجي. هجاوبك عليه بس خلينا لما نوصل شويه. في حد عنده اي استفسار؟ دكتوره مش سامع. سامعك بس هم مش سامعين. ها بصي خلينا برضو خلينا هي بتسال السؤال لو السايد افكت بتاع دي اوكي. خلينا لما نوصل للسايد افكت يبقى نعلق عليها. خلينا ناخد الحاجه يعني ناخد نقطه نقطه لانه ما ينفعش هنغطي كل حاجه من اول ربع ساعه. فانا هجاوبك على كل ده. كل ده هنجاوب عليه لما نمشي بس شويه. ها انا هختلف معاك. انا هعدل السؤال بتاعك. ها هيبقى ايه؟ انت اختار الدواء المور افيشنت. لا الاثنين نفس الافيكاسي. ما هي كلمه الاثنين نفس الافيكاسي هنا بقى ممكن ترجع لفاكتور تاني اللي هو ايه؟ ممكن يبقى سايد افكت. يعني مثلا عارف ان انت بتتكلم على عيان عنده مرض تاني غير اللي انت بتعالجه
والدواء اتراك منهم اجريفيت المرض ده. فهنا بقى مش هيهمك هتبص هتاخد البوتنت او الليس بوتنت، في فاكتور تاني بيخش معاك في الاعتبار وانت بتختار الدواء. لكن لو الاثنين متساويين البوتنسي مش هت ايه؟ مش هتفرق معايا قوي. واضح؟ في اي استفسار؟ ده الماكسيمم افكت بتاع الفارماكولوجيكال اكشن. يعني الفارماكولوجيكال اكشن بتاع الدواء انه يعلي الضغط. يعلي الضغط قد ايه؟ 60 70. فده هو الماكسيمم بتاعه في ان هو الاكشن بتاعه. اوكي؟ في حد عنده اي استفسار؟ طيب. احنا كده اتكلمنا على انهي دوز ريسبونس كيرف اسمه ايه؟ ريجت. في نوع تاني؟ في نوع تاني. هو بنسميه حاجة اسمها كوانتال دوز ريسبونس كيرف، او ساعات بنسميه اول اور نون دوز ريسبونس كيرف. ايه ده؟ انا هجيب 100 عيان وحب اديهم دواء معين. انا لسه قايل من شويه ان انا عندي في كل دواء حاجه اسمها ايه؟ دوز ايه؟ ها؟ دوز رينج. يعني ممكن تبدا من 5 توصل لحد مثلا 20. فحب ارسم علاقه بين برضو الدوز، بس هنا بقى النمبر اوف ريسبوندر. يعني ايه؟ يعني انت اديت العيان ده دوز صغيره، ال 100 عيان دول، انت متوقع كام في المية من ال 100 دول يستجيبوا؟ كلهم بالدوز الصغيره دي ولا هيستجيب نسبه؟ هيستجيب نسبه. فهفترض ان انا اديت الدوز دي فاستجاب معايا مثلا 10% من ال 100 عيان. طب لو زودت الدوز عدد الريسبوندر حيايه هيزيدوا، يبقى عند الدوز الثانيه دي ها انت متاكد ان مش 10% بس هيستجيبوا. حطهم فوق بعض كلهم بقى، ده كده استجاب 10% وهنا استجاب 30، يبقى كده كام؟ استجاب كام؟ مثلا 40%. يبقى انت بتقول ان عند الدوز دي ها انا متوقع كام في الميه من العيانين يستجيبوا؟ 40%. طب زود عدد الريسبوندر هيزيد كويس لحد ما توصل الى 100% اهو. يبقى عند الدوز دي كام في الميه من العيانين هيستجيبوا؟ كلهم بيستجيبوا. يبقى معنى كده ان انا مطمن ان عمري ما هزود عن الدوز دي، صح كده؟ زود الدوز، ادي دوز اعلى. حد هيقول لي انت بتعمل ايه؟ هو مش كده كلهم استجابوا؟ انت متوقع يبقى في اكتر من 100%؟ لا، ولكن لما زودت الدوز دي ولا عيان من اللي انا اديت له الدوز دي جاله ادفرس افكت. يبقى عند الدوز دي انا مش متوقع انها تبقى اكتر، هتمشي هنا. معنى كده انه لما بتعلى عن الدوز اللي هي كل الناس استجابوا ما ظهرش ولا ادفرس افكت. فهترسمها هنا، ادي دوز اعلى، نفس الحاجه حصلت، هما 100% اللي هيستجيبوا ولا عيان جاله ايه؟ ادفرس افكت. حط الدوز دي هنا، خش على الدوز اللي بعدها. أول ما اديت الدوز دي لقيت واحد من العيانين جاله توكسيستي. واحد بس. هبدأ كيرف جديد.
هنا عند الدوز دي اهو. كل ما هتزود الدوز ها ايه اللي هيحصل بقى في التوكسيستي؟ هيزيد، فهيطلع عندك كيرف بالمنظر ده. يبقى انا عندي هنا طلع كيرفين لنفس الدواء. خدوا بالكم في اللي فات كنت بستعمل دراج A وB وC وD، هنا ده نفس الدواء صح؟ حد يسمي لي الكيرفين، ممكن تسميهم ايه؟ الكيرف الاولاني ده اللي بيعالج ولا بيموت؟ يبقى اهو، يبقى ده بنسميه الثيرابيوتيك، ده اللي بيعالج. امال الكيرف التاني هسميه ايه؟ الكيرف التاني اللي بيعمل ايه بقى؟ توكسيستي. فهنا ساعات بنسميه مكتوبه في يعني ساعات اسميه توكسيك، او ناس تانيه بتسميه ليثل. ساعات بيتسمى كده وساعات بيتسمى كده. ليثل يعني قاتل. يبقى ده دواء واحد ها، الدوز دي بتخفف والدوز دي بت ايه؟ بتموت. هبدا اطلع من هنا ادي ال 50% اهو، هيطلع عندي هنا حاجه اسمها اي دي 50. الله، احنا مش سمعنا من شويه اي دي 50 بتاعت الجريدد كان عنوانها ايه او معناها ايه؟ دوز اللي بتدي 50% من الماكسيمم افكت. طب دي ايه؟ ها؟ اللي بتعالج 50% من الناس. يبقى هنا عشان الناس الحريصة على درجاتها برضه، خد بالك ان كلمة اي دي 50 كده لوحدها ملهاش ديفينيشن، لازم اقول لك ايه؟ هي انا عايز الاي دي 50 بتاعت الجريدد ولا عايز بتاعت الاول اور نان؟ دي ليها ديفينيشن ودي ليها ايه؟ ديفينيشن تاني. يبقى دي اسمها اي دي 50. طيب هاخد هنا همد ده كده وهنزل هنا، هيطلع لي حاجه اسمها ال دي 50 او في بعض الناس بتكتبها ايه؟ تي دي 50، مش فارقه كتير، التي اختصار ايه؟ توكسيك، والال اختصار ليثل. هنا كلمه ال دي 50 ايه الديفينيشن بتاعها؟ هي الدوز اللي بتموت 50%. انا ما اقدرش اقول بيشنت اوف انيمال، يعني صعب ان انا اقول بموت عيانين، فبقول انها بتموت 50% من الانيمال. وحابب اعمل بقى حاجه مهمه قوي اللي هو هحط ايه؟ هحط ال دي 50 على ال دي 50، هيطلع لي حاجه اسمها ثيرابيوتيك اندكس اوف دراج. بنسميه ثيرابيوتيك اندكس او بنسميه سيفتي مارجن اوف دراج. صح صح، شوكولاته تانيه، خلاص انت بره اللعبه. عندي دواء، نركز كده عشان عندي دواء، انا بقول لك ان ثيرابيوتيك اندكس بتاع الدواء ده 3، وعندي دواء تاني يعني ده دراج A، عندي دواء تاني دراج B ثيرابيوتيك اندكس بتاعه 10. عرفت يعني ايه ثيرابيوتيك اندكس؟ ايه يعني ايه؟ ال دي 50 على ال اي دي 50، يعني الدوز اللي بتموت 50% على الدوز اللي ايه؟ بتخفف 50%. نمره واحد، اول سؤال هو يعني ايه ان ثيرابيوتيك اندكس بتاع الدواء 3؟
صح كده. يعني ده اول حاجة، ده ريشيو. يعني لو انا بقول لك الاي دي 50 بتاعت الدواء ده 5 يونت 15 دي نمرة واحد، يبقى ده ريشيو. لو انا قلت لك الاي دي 50 10 يبقى ده كام؟ 30. يبقى كلمة ان السيرابيتك اندكس رقم 3 4 5 ده ريشيو مش ابسوليوت نمبر، ده عبارة عن الدوز اللي بتخفف تلات سوري الدوز اللي بتموت تلات أضعاف الدوز اللي بتخفف تلات أضعاف. لو ال اي دي 50 5 يبقى دي 15. أول حاجة لسه بص كده وقول لي، تحب تستعمل دواء ده اللي هو الاندكس بتاعه 10 ولا 3 وليه؟ 10 ليه 10؟ كلمة ان هو 10 يعني انا يعني ببساطة قرص يخفف ها 10 يموته. كلمة 10 يموته ده واحد بينتحر، يعني ده واحد قاصد ان هو ايه؟ يموت. لكن لما يبقى الاندكس بتاعه 3 او 2 عم نيجي ناخد واحنا ماشيين بقى في الدراجز بتاعتنا، هتبص تلاقي ان انا باجي اقول لك عندي ادويه اوف لو ثيرابيتك اندكس، اندكس بتاعها ايه؟ قليل، ودي بتموت. وانا مش قاصد حاجه زي انتوا اخدتوا كارديوجلايكوسايد، سمعتوا عنه اكيد في السيولوجي، كارديوجلايكوسايد ديجوكسين ديجيتاليس هو ده على فكره كل واحد واضح ان السيولوجي سايب علامه. كارديوجلايكوسايد ده واحد من الثيرابيتك اندكس بتاعته قليل، فالعيان من غير ما يقصد ممكن ياخد قرصين، هو حاسس ان هو تعبان فراح مزود قرص او نسي خد قرص تاني، ممكن يدخله في ايه؟ في توكسيستي. ده دواء ليه لو ثيرابيتك اندكس. ساعات في بعض الادويه لما نيجي ناخد بقى كاينيتك، عيان مثلا الدواء ده بيخرج عن طريق الكلى، حصل ايه في الكلى؟ حصل وظائفها قلت شويه، فالدواء ايه؟ قعد في الجسم، هو الاندكس بتاعه ايه؟ قليل، راح داخل في التوكسيستي. يبقى لما تيجي تدي دواء اللي هو ليه لو ثيرابيتك اندكس خالي، لأنه ممكن يعمل توكسيستي بمنتهى السهولة. دي حاجة. السؤال الثالث. ما هي الشوكولاتة، هذا غليت. السؤال الثالث. إيه أقصى أو يعني أقل إندكس ممكن ينزل فيه دواء في السوق؟ يبقى هل ممكن تلاقي دواء نازل الثيرابيتك إندكس بتاعه أقل من واحد؟ لا طبعًا. اقل حاجه اللي يعني اللي ممكن ننزله لازم مينيمم، وطبعا بنبقى ايدنا على قلبنا منه، اللي هو كام؟ 2. مفيش حاجه اسمها ثيرابيتك اندكس اوف دراج اقل من واحد او واحد، مفيش حاجه اسمها واحد، يعني اللي بيخفف هو اللي بيموت. يبقى الثيرابيتك اندكس ريشيو، ثيرابيتك اندكس علاقه بين ال دي 50 واي دي 50، اي دي 50 على الكيرف ده اللي هي ايه؟ اللي هي الدوز اللي بتخفف 50% من العيانين، دي اسمها اي دي 50، عكس الثانيه محدش يتلخبط. الثيرابيوتيك اندكس كل ما كان الدواء الاندكس بتاعه قليل كل ما هتبقى السيفتي مارجن بتاعته ايه؟ قليله، والريسك اوف توكسيستي هيبقى عالي قوي معاه. طبعا طلع بعد كده ده الستاندرد اللي هو الثيرابيوتيك اندكس، طلع بعد كده بقى حاجات ثانيه طلعت يعني بنصعبها علينا اكتر، فطلعنا حاجه اسمها سيرتن سيفتي فاكتور. هي ببساطه هو عمل ايه؟ هو راح جاي حاسب يعني ال دي 1 على اي دي 99
ساعات بنحسبها في بعض الادويه. يعني ايه يعني ايه الاندكس ده؟ ها ال دي 1 هي الايه؟ الدوز اللي هتموت ولو 1% على اعلى دوز ممكن افكر في استعمالها اللي هي بتخفف 99%. كل ده بيديك ايه؟ بيديك سيفتي اعلى وانت بتستعمل الدواء. لكن الستاندرد اللي لحد النهارده ناس كتيره ماشيه بيه هو الثيرابيتك اندكس اللي هو ايه على ايه؟ ال دي 50 على اي دي 50. يبقى دول اول حاجه بتعملوا لازم يتعملوا لاي دواء قبل ميت. في اي استفسار في الكيرف ده؟ دي بس انت بتشوفي هو اخره ايه. يعني ممكن مش في فاكتورز كتيره قوي هتخش بقى معانا في فكره الدوز. دي بقى قضيه تانية خالص. دكتور احنا دايما بنحسبها على 50% وبنحسبهاش على ما ده. خدي بالك ده الستاندرد ده اول ما طلع. احنا بعد كده ايه؟ غيرنا اهو. ممكن تغيري براحتك. يعني مش ده بصي اما تقولي ثيرابيتك اندكس يبقى ده الديفينيشن بتاعه. هتغيري لي اسم تاني، فاحنا بنصعب على نفسنا وممكن نستعمل الريشيو ده ليه عشان يعني يديني سيفتي اعلى وانا بستعمل الدم. هو الرينج بتاع الريسبونس بتاع كل واحد يبقى كبير على اساس حالات معينه؟ بمعنى؟ يعني مثلا في الدوس قليله في عدد معين من الناس استجابت للدواء ده، بعد كده لما الدوس عاليه العدد اعلى، يعني الريسبونس بتختلف على اساس ايه؟ ما هو ده الفاكتورز، لسه في فاكتورز. يعني هديكي مثلا ميل ولا في ميل؟ ويت بياخد حاجه اسمها انزيم اندوسر. في فاكتورز كتيره قوي بتخلي بعض الناس تستجيب للدوز دي وناس تانية دوز ايه؟ اعلى. في فاكتورز كتيره هنتكلم عليها ممكن في المحاضره مش بكره اللي بعدها. ها؟ ده مش كاينتك. هو بص دي حاجه ستاتستيكال. انت لو عملت الكيرف عارف اللي هو البيل شيت ده لو عملته هتبص تلاقي ان في حاجه اسمها رينج 50% دي مش بتعني 50% بتعني ان حوالي 97.5%. فدي حاجه احصائيه بنمشي عليها. لكن كل ده بيتغير. انا قلت لك ان ده ممكن يتغير. ممكن تغيره بقى تخليه ال دي 1 على اي دي 99. لكن احصائيا بناخد المين. المين ده هو اللي بنقدر حاجة أطبقها ستاتيستيكال. بس في حد عنده أي استفسار؟ ها؟ دكتور هو مفيش حاجة لازم معاكي الميكروفون. احنا ممكن أي نوع من الأدوية نعمل له الجريدد كيرف أو الأول أور نان صح؟ يعني مفيش ده مش نوع... ممكن نعمل له ده لازم يتعمل. يعني أنا قصدي إن مفيش مثلا نوع بنقول لا ده بيتعمل له أول أور نان أو كده كله بتاع كله يعني. بصي يوم ما هتنزليه تقولي هستعمله. هستعمليه في مين؟ المرضى بتوعك مين؟ يبقى لازم تعملي الجريدد. هتقولي ده سيف ولا مش سيف؟ تدي ولا ما تديش؟ دول بيتعملوا لاي دواء. مفيش دواء ده كده حاجه اكسبيرمنتال. ده بنعمله اكسبيرمنتال وبعدين بنعمله في فيز 1 كلينيكال ترايل علشان اقدر اقول ده ينزل ولا ما ينزلش.